أجمل تحية أعزائي، قدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج ابتداء من يوم السبت القادم المصادف الخامس من شهر نوفمبر إلى الجمعة الحادي عشر من نفس الشهر. أعزائي بعجالة خلينا نستعرض الخارطة الفلكية ونشوف التغيرات أو التحولات خلال الأسبوع القادم. كوكب بلوتو ما زال متواجدا في العشرية الثالثة من مجموعة الجدي الترابية. في العشرية الثانية من مجموعة الدلو الهوائية تواجد كوكب الزحل الساتورن، وكوكب جوبيتر متراجعا في نهاية العشرية الثالثة من مجموعة الحوت المائية، يعمل اقتران على درجة متوسطة مع كوكب نبتون المتراجع في بداية العشرية الثالثة. في مجموعة الثور الترابية يتراجع كوكب أورانوس في العشرية الثانية. المريخ يتراجع في العشرية الثالثة من مجموعة الجوزاء الهوائية. في مجموعة العقرب المائية راح نشوف كوكبين إضافة إلى أشعة الشمس، أشعة الشمس في العشرية الثانية وعطارد في العشرية الثانية أيضا، يعملان اقتران على درجة عالية. وكوكب فينوس في العشرية الثانية يعمل اقتران على درجة عالية مع أشعة الشمس وكوكب عطارد. يستمر هذا الاقتران إلى يعني نهاية منتصف الأسبوع، نقدر نقول إلى يوم الأربعاء. بعدها راح ينتقل فينوس للعشرية الثالثة من مجموعة العقرب المائية. أهم الأحداث الفلكية هو الاقتران على درجة عالية ما بين أشعة الشمس عطارد وفينوس، والمقابلة مع كوكب أورانوس في مجموعة الثور الترابية. هذا ينبئنا بأحداث لها علاقة بتغيرات مفاجئة، وممكن أيضا نشهد خلل بالإنترنت أو انقطاع بالإنترنت أو الكهرباء. إضافة إلى هذا أيضا اقتران ما بين نبتون جوبيتر، لكن على درجة متوسطة، ما راح يكون التأثير الكبير خلال الأسبوع القادم. الأبراج اللي سترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بأسبوعنا الحالي: الحمل، الجوزاء، الأسد، والعذراء، والنمر. والأبراج اللي ستواجه انخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بأسبوعنا الحالي: العقرب، القوس، الدلو، والدجاجة. حركة القمر يومي السبت والأحد في مجموعة الحمل النارية، الاثنين الثلاثاء الأربعاء القمر في مجموعة الثور الترابية، الخميس والجمعة ينتقل القمر إلى مجموعة الجوزاء الهوائية. أعزائي، حركة القمر هي حركة تقريبية، يعني نتحدث عن أيام، ما نتحدث عن الدقائق والساعات. الصدارة إلى مواليد برج الميزان مع ارتفاع إلى كل من الأسد، الحوت، والعذراء، وانخفاض إلى أبراج العقرب، السرطان، والدلو. بداية الأسبوع ترتفع مؤشرات الحمل، وفي وسط الأسبوع ترتفع مؤشرات كل من الثور والجدي، وفي نهاية الأسبوع ترتفع مؤشرات الجوزاء وتنخفض مؤشرات القوس. الحمل يستنشق الصعداء ثلاثة نجوم، الثور في شباك الغرام خمسة نجوم، الجوزاء يتصالح مع الحبيب أربعة نجوم، السرطان عليه الحذر من مخاطر الطريق نجمتين، الأسد تتسلط عليه الأضواء ثلاثة نجوم، العذراء يسعد بصحبة الأحبة وله ثلاثة نجوم، الميزان قمة في النشاط والحيوية وله خمسة نجوم، العقرب عليه الحذر من الأعداء وله نجمتين، القوس عليه الاهتمام بصحته وله نجمة واحدة، الجدي يسمع خبر سار ثلاثة نجوم، الدلو مبعثر الأفكار نجمتين، والحوت ينتظر مفاجأة وله أربعة نجوم، النمر يحقق انتصاره وله خمسة نجوم، الكلب يسمع خبر سار وله ثلاثة نجوم، الأرنب يحقق مكسب قانوني وله ثلاثة نجوم، والدجاجة تزداد إنفاقاته وله نجمتين، الفيل يحقق مكسب مالي وله أربعة نجوم، الذئب لديه لقاء مميز وله ثلاثة نجوم، الخروف يتوتر لأتفه الأسباب وله نجمة واحدة، وأخيرا مولود برج شجرة الصنوبر الدرويدي خطوتين إلى الأمام وله خمسة نجوم. أفضل الأبراج راح يكون النمر الميزان، وأسوأ الأبراج الدجاجة القوس في العشريتين الأولى والثانية. ملك الأسبوع مولود الثلاثاء الثامن من نوفمبر. أعزائي، معرفة البرج الصيني والهندي والدرويدي بالإمكان الدخول على موقع رسمي paroscopa.de والمتواجد في صندوق الوصف.
أعزائي لا تنسون اليوم راح يكون عندنا بث مباشر عند الساعة 11 ليلا بتوقيت بغداد، 8 مساء بتوقيت غرينتش. حضر أسئلتكم، تحياتي وتقبل فاق مودتي مع أجمل روزا.